بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جايين النهارده من قناه حسن فراج نغطي مسابقه الخيل الاصيل. نتعرف بالحاج محمود فتحي فراج. احنا عاوزين نعرف ايه نوع المسابقه دي. دي بتشمل الخيول اللي انت شايفها دي وبنسابق، واللي يكسب بياخد هديه في الاخر. ايه نوع الهديه طيب؟ والله هي مفاجاه، يعني الاداره عامله الهديه المفاجاه. طب ايه نوع الحصان اللي انت راكبه ده؟ ده خيل عربي اصيل. اصيل اصيل يعني ولا يعض ولا اي حاجه خالص. يعني ما يرفضش ولا يعض ابدا. نتعرف المسابقه الثاني. هشام احمد ابو الفتوس. بالنسبه للخيل بتاعك ايه نوعه؟ ده خيل جرمي اصيل، من كتر طوره اما اجيب سله ما اطلع عليه. لا ما هو باين فعلا فعلا صح باين. طب ايه ما تعرفش نوع الهديه اللي انت تاخدها؟ ده قالوا مفاجاه والله ما اتكلمناش. ما مشكلين شكرا. تعال رب المتسابق الثالث. جمال اسمعني يا حضار. بالنسبه يا حاج جمال لنوع الحصان بتاعك؟ ده نوع عربي اصيل نظيف، نفس نوع محمود برضو، بس مش كل الانواع. ده حصاوي. حصاوي. ده حصاوي. ده ضنين اللي لقيته الا عند العرب بس. العرب بس. بس. ليه اصيل. اصيل ايوه. بالنسبه للعصايه اللي في لك يا حاج جمال دي ايه هي؟ دي بس تتاشرها له كوكي بس ومش يعني هي بس بالاشاره ايوه يعني. ما تعرفش المفاجاه اللي تاخدها ايه؟ لا ما لسه بتعرف. عامله لك مفاجاه كده. طب يعني نروح مع بعضنا الوقت المسابقه ونشوف اللي يكسب ان شاء الله ياخد الجائزه. مسابقه بين ثلاث مسابقين ومعاهم الحاج جمال طلع اول واحد، ومعاهم هشام، ومعاهم هشام احمد، ومعاهم هشام كسب يا عم جمال. وانتهت المسابقه بتاعتنا على خير، ومعانا المتسابق الاول الحاج جمال، وهيقول لنا كيف جرب السرعه دي. سرعه اصيل حصان نظيف. نظيف. اكثر من شهرين مدرب. تدريب يعني. وجينا لنوع المسابقه يعني. اتكلم ساعتها. قول على ايه الفايده من الحصان الناس لو عايزه تشتري يعني نفس النوع؟ مش كل الناس انا زبطيها. شوف الحصان من ماشيته، من خطوته، واخد لبالك من فتحه رجليه. تمام. مش وبس، مش تبني الحاجه وبس. من ودانه مثلا. شاف ودانه واقفه كيف؟ شوف السودان هذيك كيف؟ ايه ده نفس النوع برضو ولا غير؟ لا غير تجاوي. غير تجاوي. انواع تختلف. شوف اللي في جارك الثاني كيف؟ ده المتسابق الثالث ده اللي دي مش كل ده نوع نادر. نوع نادر. نوع نادر الضنين اللي لقيته. احنا كده جينا في توزيع الهدايا وجايزتك الاولى انت عشان انت اول واحد كسبت. هنتعرف المتسابق الثاني اللي فاز مع الحاج جمال بنص خطوه. المتسابق الثاني هشام احمد، واللي فرق بخطوه عن الحاج جمال بنص خطوه. نص خطوه بالظبط، مع ان حصان الحاج جمال اسمه تجاو. نتعرف ايه الجاريه اللي انت جريتها مع الحاج جمال؟ دي ما اقول لك ادي لي شهر مدرب. دي انا دي لي سنه من ساعه ما اشتريت وانا ادرب فيها. تدريب. تدريب يعني. تدريب. ما ادربها تدريب. دي اما تنطم على الحيطان. وما تمشي من تحت سلك في شوك ونار. ودي لو ولا مزنوق ولا رجلها وجعانه ما بعتها تجيب شاي وسكر. شاي وسكر. شاي وسكر. وتعمل لك شاي بقى؟ ايوه. وما تسقينا. ده نوعها ايه دي؟ نوعها ايه؟ دي نوعها تكتوك اصيل. تكتوك؟ أيوة. يعني نفس التكتوك غير بتاع تجاوي. لا ما تفرق، دي تجاوي دي. انت كسبت المسابقه الثاني بنص خطوه عن الحاج جمال. ايوه. فانت مستنين توزيع الهدايا وهنشوف المسابقه الثالث اللي كان العش كتير. المسابقه الثالث اللي خسر ب 100 خطوه لورا. 100 خطوه يعني سابوه 100 خطوه. انا مش عارف نوع الحصان بتاعه ايه وهنساله برضه. والله انا بعد ما اخلص المسابقه دي انا هعدم. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ ده خساره في الاكل. ده انا اديني 6 اشهر اكل فيه. 6 ونص. نوع ايه ده؟ ها؟ خلي بالك الحاج جمال تجاوي نوع الحصان بتاعه. هو نوع نظيف بس ما مش عارف. وهشام احمد نوع الحصان بتاعه تكتوك. ممكن نعرف حصانك؟ ده بندوق. ده بندوق ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي في توزيع الهدايا. اتفضل هديتك يا معلم جمال. افتح على هدايا عشان ترى المفاجأة. ونوجهها للكاميرا. وممكن نوريها الكاميرا؟ ورجعها للكاميرا. وممكن توجه الهدايا للكاميرا؟ ايوه. طلعها يا عم جمال وريها للجمهور، طلعها. فردي الشبشب قديم. تستاهلها. تستاهلها والله. يلا المتسابق الثاني هشام احمد. اتفضل هديتك. شكلها هدية حلوة
طلعها وراء الجمهور. ممكن توريها للكاميرا بس؟ الله قسرية، قسرية بتاع أطفال، الله تستاهلها يا ابني، تستاهلها. وهتعمل بيها الهدية بتاعتك دي؟ أنا أعمل بيها إيه دي؟ إن شاء الله تحطها تحت الحصان التكتوك بتاعك، هتحطها في الليل في النهار، أما تنط الحواجز بتاعتك تخليها تحت الحمارة بتاعتك. ده خسارة، وأنت عارف الباقي. خسارة الأكل اللي وكلتوه. يلا.